السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ايه دكتور؟ دكتور يعني واحد عمل رسالة دكتوراه وكان في مشكلة موجودة قبل كده ومحدش ليه حل، هو حلها والدكاترة وافقوا عليها ويعني وعارف أساليب البحث العلمي، بذل جهد كبير جدا في معرفة أساليب البحث العلمي، فلذلك خرج كلية الطب ما فيهاش قال عليه دكتور إلا لو هو عمل رسالة دكتوراه، وكذلك في الأدب وكذلك في الهندسة. ومفروض يعني لو واحد خريج واخد دكتوراه في الطب مثلا او في الهندسه ما ينفعش لان هو بيكتب كتاب في الادب يكتب دكتور فلان، يعني هي بتكتب بس هو مفروض يعني ان هو ما يكتبش غير لو هو واخد دكتوراه في الادب، تمام؟ فهو راجل على عيننا وعرسنا، ويعني من علمنا حرفا سيرة طلع عبده، وما عندش اي اعتراض عليه. الاعتراض كله على نظره المجتمع ليه، ان لو واحد جاب 90% او 99% ودخل طب او هندسه يبقى كل كلامه صدق بيه، حتى لو هو بيتكلم في حاجه مش تخصصه وهو مش مهتم بيها وبيتكلم بس ايه من منطلق الحماس او منطلق كلام عادي يعني بيدردش مع الناس. على سبيل المثال الدكتور محترم جدا ويعني بعزه بيتكلم في كوره، انا ما بفهمش في كوره ولا هو بيفهم في كوره، تمام؟ ما نعرفش حد في المنتخب كله غير واحد اسمه محمد صلاح وما شفنالوش ولا ماتش، فهو بيتكلم من منطلق عادي يعني لا ما دام دكتور واخد دكتوراه في الفيزياء النوويه يبقى خلاص، يبقى هو بيفهم في كل حاجه في الدنيا كلها، ونقول له امين. وهو بيقول ان مصر هتصعد وهتاخد الكاس العالم وبتاع، يبقى هتصعد وتاخد كاس العالم، ده الدكتور فلان يعني اكيد كلامه مظبوط. ده تحميل فوق طاقته، ده تحميل فوق طاقته، هو راجل متخصص في حاجه معينه، زي لما جه التلفزيون يجيب ممثل معين او لعيب كره معين ما عندهاش اي اعتراض او ما عندهاش اي تحفظ عليه ويسالوه في حاجه غير تخصصه، مثلا يسالوه في حاجه في السياسه، هو بيتكلم من منطلق اللي سامعه او اللي هو مش تخصصه. المفروض نساله في التخصص بتاعه، نساله في التمثيل، نساله في الكوره، نساله في رايه في كذا، انما لما نساله في حاجه غير تخصصه. يعني الامام ابن حجر العسقلاني كان بيتكلم على احد الشيوخ الامام البخاري، كان بيقول من تكلم في غير فنه اتى بالعجل. يعني انا لو اتكلمت في الكوره هقول مهازل، يعني انا ما اعرفش حسام حسن، ممكن يعني اخر مره سمعت ان هو بيلعب في الاهلي، يعني ما اعرفش راح فين انا اسمع، تمام؟ فهي الفكره كلها انا مش تخصصي، فلما تقول لي اتكلم في حاجه غير تخصصي هقول كلام غير منطقي، بس لان الناس بتحب الفنان ده وبتحب النجم دوت هتتبع اراءه، حتى لو هو نفسه مش عارف هو بيتكلم في ايه، هو مجرد سال سؤال احرج فبدا يفتي باي حاجه ويقول اي معلومه هو بيحاول يعني يرد على سؤاله وخلاص، تمام؟ الدكتور مصطفى محمود كان ليه كلمه جميله جدا، كان بيتكلم في احد المواضيع يعني العلميه، فبيقول يعني لما بنتكلم في الموضوع دوت تلاميذ الامام محمد عبد الوهاب بيقول لك ده هو قال كذا فهو كلامه صح، انت بتحمله فوق طاقته. الامام محمد عبد الوهاب ابن تيميه تخصصه في العلوم الشرعيه، يعني هو لما بيتكلم في حاجه فلكيه وبيتكلم في الارض كرويه ولا مش كرويه وبيتكلم الحاجات دي بيتكلم من الكلام اللي سمعه من الناس اللي حواليه، مش بيتكلم في تخصصه، هو بينقل نظره عصره للموضوع دوت، الكلام اللي هو درسه في الكتاتيب هو ما درس الموضوع دوت او ما عملش ابحاث علميه او ما عملش ابحاث استقرائيه او ابحاث فلكيه في الموضوع، هو نقل الكلام اللي هو سمعه، تمام؟ من ضمن فانت كده بتحمله فوق طاقته، انت كده بتظلم شيخك او بتظلم الشخص اللي انت بتحبه لما تحمله حاجات فوق طاقته، تمام؟ كان من ضمن الحاجات جالي صديق مهندس وكده، كنا قاعدين مع بعض وبعد كده بقول له تعالى شوف البيت اللي اخوك بيبنيه دلوقتي، فرحنا هو قابلنا اخوه والمقاول كان قاعد فقعدنا نتكلم، فصاحب ده شاف البيت ما جابوش، هو كان لسه تحت الانشاء يعني، لا 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 الكاميرا دي مقلوبه ليه عدلوها، شيل العمود ده، كبر ده، صغر ده، اقلب السلم، قعد يقول كلام كتير قوي وانا وصاحبي ده ساكتين وما بنردش عليه. فبعد ما مشي المقاول بيقول لي انفذ الكلام، بقول له يعني انت شغال بقالك 15 سنه اتقال لك الكلام دوت مقتنع انت بيه؟ الكلام ده قال لي صراحه يعني انت سامعكم عاملين تقولوا مهندس فساكت. فقلت له لا هو مهندس بترول يعني ده مش تخصصه، يعني مع احترامي وكامل تقديري بس هو مش التخصص بتاعه، هو بيقول كلام عادي، ف كان هو مالش حاجه خالص وكمل الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. قال لي انا لقيت اللقب تايتل المهندس ده فقلت خلاص يعني، قلت له لا كمل هو مش تخصصه، لو هو تخصصه كنا ناقشنا معاه وكلمنا معاه، بس هو الكلام اللي هو قاله لا محل له من الاعراب. فيعني رجاء نحلل الكلام، يعني ايا كان اللي قاله تخصصه ولا مش تخصصه احنا بنحلل برضو الكلام، بس لما يكون واحد بيتكلم في غير مجاله خالص طبعا ما
مش بنرمي الكلام لان كله يأخذ منه الرد، بس بيبقى في برضه نظره معينه. لما مثلا عالم دين بيتكلم في الدين، عالم في العماره بيتكلم في العماره، واحد بيتكلم في التاريخ وتخصص التاريخ. لما نسمع جمال حماد مثلا بيتكلم في المجال بتاعه، بنسمع الشاذلي مثلا بيتكلم في الحاجات السياسيه، في الحاجات العسكريه لازم نسمعه كده. انما لما يكون واحد بيتكلم في غير تخصصه يعني على عيننا وعلى راسنا، بس برضه ما ناخدش الكلام صدق بيه، نحلل الكلام قبل ما نحط في عقلنا ونقول امين امين امين. لازم نحلل الكلام الاول.